السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا لافونت بار كريدي، يعني كيفاه نديروا لوبيراسيون تاع البيع بالقرض. يعني واحد جاي يقضي علينا ومن بعد حبينا نماركيو له الكريدي تاعو في اللوجيسيال، كيفاه نديروا البروسيدير؟ اي تري سامبل. سيبوزون الكليون هذا قضى علينا ب 150 دينار 1050 دينار، حبينا نماركيو له الكريدي. كيما راكم تشوفوا هنايا الكريدي اي ديزاكتيفي ريكدومون، باه ناكتيفيوه لازم نخيرو ان كليون فاليد، يعني الكليون لازم يكون مريجستري عندنا، معناها كليون كونتوار، كليون ما نعرفوش ما نقدروش نكرديلو. كيفاه نديرو لوبيراسيون؟ اي تري سامبل، نجيو سير سو بوطون بليس، نكليكيو هنا اضافة تابو جديد اجوتي ان نوفو كليون، نكتبو الاسم تاع الكليون تاعنا. ايسي لادريس، تليفون، هادو ديز اوبسيونيل يعني اختياريه. نقدروا من هنا نكتبوا سولد انيسيال. واش معناتها سولد انيسيال؟ يعني الكليون هذا كي خدمنا اللوجيسيال كنا مثلا نسالوا له مثلا 5000 دينار 5000 دينار، ومن بعد نكليكيو سير اوريجستري او بيان افتوز، الكليون هذا يولي اوريجستري عندنا. كي نحبوا نكرديو له السيفي نكتبوا الاسم الاول تاعو يخرج لنا، اذا ما خرجناش نحلو لا ليست سو بوطون ونحوسو عليه نلقاو فاسيلمون. دوبل كليك يماركي لنا السولد انيسيال قدا كنا نسالولو. ماتنو كيما راكم تشوفو لا ليست تاع الريكلومون اي اكتيفي. نديرو دوك كريدي، كي نديرو كريدي يخرجنا ان بوطون افتوز دون ريجسترمون سي اوبليكاتوار، لازم نديرو لوريجسترمون. المونطو راح يولي بالروج باه تعرفوا بلي راح نتبعو بار كريدي. في حالة ما اذا نسينا نديرو لا سوفكارد اللوجيسيال راح يفكرنا، كي نديرو اجوتي يخرج لنا ميساج فو دوفي اوريجستري لو بون. ماتنو نديرو اوريجستري وبيان اف 12، الكريدي تاع السيد راح ينزاد كما راكم تشوفوا الكريدي اي اوغمونتي بور اجوتي ان نوفو بون. نكليكيو سير اجوتي ونزيدو نبيعو. باغ اكزومبل الكليون هذا زاد جانا مرة اخرى ال سي في كيما قلت لكم تكتبو الاسم الاول تاعو محمد، كنا نسالولو 629000، مثلا زاد كذا مرة اخرى الكريدي تاعو راح ينزاد يولي 710 دينار 710 دينار. ماتنو نديرو اوريجستري، كل مرة وين تكرديولو الكريدي راح يزيد. دوكا نروحو للحالة مثلا نحبو نجبدو لي بون كامل لدا محمد، كيفاه نديرو؟ عندنا هنايا الراكورسي ان بوطون اف 2 كيما راكم تشوفو قائمة إيصالات البيع، نكليكيو عليه راح يمدلنا ليستوريك تاع لي فونت كامل. منا لا ليست تاع اجوردوي، حنايا مثلا نديرو ساتاني ولا سوموا، نخيرو منا الاسم تاع الكليون تاعنا محمد والمدة الزمنية، راح يمدلنا لي بون كامل لدا محمد. نقدرو نمبريميو منا نافيشيو رولفي ديز ارتيكل، راح يمدلنا السلعة كامل لدا والمونتون جلوبال 610 دينار، يعني الملخص واش دا المونطو راستي هنايا سير سو بوطون يمدلنا ريكابيلاتيف يعني ملخص تاع لي بون كل بون واش دا فيه، يعني في حالة ما اذا مثلا كليون ريكلاما ولا تقدرو تجبدو ليستوريك منها. حنا نهضرو على دوك الحالة، حالة وحدة اخرى جا مثلا يسلك الدين تاعو، البروسيدير اي تري سامبل. كلسي في من الفوناتر تاع لافونت ديريكتومون نخيرو الاسم تاع الكليون، راح نلقاو ان راكورسي اف 4 ريغلومون دي كليون، نكليكيو عليه راح يفتح لنا الكليون محمد. نسالولو 700000، كليكيو عليه قداه راح يفارسيولو. باغ اكزومبل فارسي دالو فارسلنا بليطو فارسلنا مثلا 5000 دينار. ايسي تقدرو تكتبو رومارك نابورت كوا،
Oui, validé. Vous devez confirmer. Lazim tu confirmes le versement. الدين تاعو اوتوماتيكمون راح ينقص وتقدر تمبريمي له ان تيكي ولا ان بون اكات ولا تيكي دكاس يخرج طول من الامبريمون تاع تيكي دكاس. تحبوا مثلا تموديفيو البون يسي في تروحوا ليطا تاع لو فيرسومون. في ليطا تاع لو فيرسومون تلقاو لي فيرسومون كامل. الى ما لقيتوش خيروا منا المدة الزمنية باي افيشينا لي فيرسومون كامل. تحبوا تموديفيوه مثلا حبيتو ترجعوا 600,000 نعاودو نموديفيوه عادي ونكليكيو سير موديفي. كيما راكم تشوفوا المونطون دوك يزيد ينقص. خطرة اخرى مثلا جاكم عاود جا محمد اوتوماتيكمون تلقاو الدين تاعو جديد. لو كان نعاودو نروحو للهيستوريك دي فونت من البوطو هذا والله الاختصار اف دو طول من الكلافي اف دو كيما راكم تشوفوا معايا هنا بوطون اف دو. تستعملوا بوطون اف دو اوتوماتيكمون يمد لكم ليستوريك دي فونت. نخيروا محمد والمدة الزمنية نبريمي مثلا بي ال بليس فيرسومون راح يبدل لنا كامل ملخص تاع واش دينا واش دا علينا كريدي واش فرسلنا لو مونطون فيرسي لو مونطون ريستي. نتمنى الامور تكون واضحه. شكرا على حسن الانتباه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.